نحن الآن في الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المواقع التي تطل على هيجة العبد. هذه الطريق التي تربط بين مدينتي تعز وعدن تتعرض للاستهداف بشكل متكرر من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في محاولة من الميليشيا لإيقاف المرور في هذا الطريق لأنه يمثل الشريان الأخير لمدينة تعز نظرا للحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة من مداخلها الشمالية والشرقية والغربية أيضا. المواطنين خافوا من الاستهداف الذي تقوم به ميليشيات الحوثي والمخلوع فاستحدثوا طريقا فرعيا آخر يكون بعيدا عن مرمى استهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، لكن الميليشيا أحدثت تقدم في منطقة أو مديرية المقاطرة تحديدا في مناطق الصوالحة والأشبوط وجبل عنعن الذي يطل على الطريق الفرعي في منطقة سوق الربوع. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير هذه المناطق وتأمين الخط في سوق الربوع بشكل كامل من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع والاستهداف لهذه المنطقة. الميليشيات عاودت استهداف طريق هيجة العبد من مناطق تمركزها في منطقة الأكبوش، وهو ما أدى إلى تخفيف الحركة في هذه الطريق نظرا لخوف المواطنين من الاستهداف المتكرر والمباشر الذي تقوم به ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لطريق هيجة العبد. الآن يتبقى على الجيش الوطني السيطرة على منطقة الأكبوش والتباب المحيطة بهذه المنطقة حتى تكون طريق هيجة العبد آمنة بشكل كامل، ما لم فإن الميليشيات ستواصل استهدافها لكل من يحاول المرور في هذه الطريق. هناك حركة لكنها خفيفة جدا في هذه الطريقة، تمر بعض السيارات بين الحين والآخر لكنها تكون عرضة للاستهداف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح التي تتمركز في منطقة الأكبوش. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.